نازحين من قرقوش صار لنا تقريبا اكثر من سنتين، وحاليا خلال قبل 10 ايام تم تحرير مناطقنا من داعش، وان شاء الله من ترجع المي والكهرباء ان شاء الله نرجع على بيوتنا. عدد العوائل اللي طلعنا من قرقوش كان بحدود تقريبا اقدر اقول لك بحدود 5000 عائله او اكثر، وهسه نرجع يعني بحدود 4000 الى 3000 عائله نرجع، يعني تقريبا ما عدد قليل جدا نطلع للخارج. ولو بيوتنا خربانه بس ايش نسوي؟ حتى لو ينطونا خيمه نقعد ما يخالف. يعني انتم تبنون مره ثانيه؟ والله ما اذا انطونا الحكومه امكانيه نعمر نقعد به ان شاء الله، ما انطونا نقعد بخيمه وهذا هو. يعني انتم راضين ايش نسوي؟ ايش تريد شنو؟